تعد السلامة العامة محورا أساسيا في منظومة العمل بالإدارة العامة للدفاع المدني، وهو ما يتم ميدانيا من خلال مجالات عديدة، من بينها المخططات الهندسية وعمليات التشغيل في المباني والمنشآت. ضمن جهود الإدارة العامة للدفاع المدني الهادفة للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، تعمل إدارة الحماية والسلامة العامة بالإشراف والمراقبة على الإجراءات والاحتياطات الوقائية بجميع المنشآت، سواء ما يتعلق بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ والتشغيل، بما يضمن استمرار عملها بشكل آمن. المهام هذه كلها لها سند فني وقانوني وهندسي، وهذه كلها لتلبية واحدة من أهم المبادئ التابعة لقوات الأمن العام، اللي هو مبدأ المساءلة. أول إجراء هو الفحص الميداني الفني للمنشآت وتسجيل الملاحظات الخاصة بمتطلبات الوقاية، وثاني إجراء اللي هو مقارنة الملاحظات الميدانية بالمخططات الهندسية المعتمدة، وإذا انرصت المخالفات هذه بعدين تتابعها إجراءات قانونية، والإجراءات القانونية هذه كلها تسجل بشفافية وبإنسانية ويا المراجعين، وترفع للجهات ذات العلاقة اللي هو أو المتمثلة في النيابة العامة. في النهاية الإجراءات هذه الهدف منها الردع وتكوين بيئة آمنة حق كل القاطنين وكل الناس اللي موجودة في المملكة، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم والبيئة. نحرص في فرقة التفتيش على فحص المنشآت في كافة المواقع، سواء كانت منشآت صناعية أو تجارية وغير ذلك من منشآت. يتم اجتياز ذلك الفحص بتوفير شروط الحماية والسلامة المطلوبة لهذه المنشأة من أنظم إنذار أو إطفاء وغير ذلك من اشتراطات عالمية وخليجية معمارية. نؤكد على أصحاب هذه المنشآت حماية هذه الأنظمة والتأكد من سلامتها من قبل أصحاب هذه المنشآت، وذلك لمنع انتشار الحادث أو الحريق مما يصب ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات والأمن العام. في هذا الإطار يتم دراسة المخططات الهندسية وإخضاعها لمتطلبات السلامة والحماية وتحديد متطلبات الحماية والسلامة فيما يتعلق بأنظمة الإنذار والإطفاء والمتطلبات المعمارية. لإدارة الحماية والسلامة ضمن الإدارة العامة للدفاع المدني دور رئيسي وفاعل في عملية إصدار تراخيص البناء لجميع منشآت مملكة البحرين، الأمر الذي يستدعي تواجد مندوب بها ضمن المركز البلدي الشامل لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للتأكد من تفعيل وتوصيل الخدمة الشاملة والوصول لرضا المتعاملين. وتهدف هذه الجهود الدقيقة إلى توفير بيئة آمنة مع نشر إرشادات السلامة الخاصة بالدفاع المدني وتطبيقها على أرض الواقع لتجنب أي أضرار. وهنا تبدو قيمة الشراكة المجتمعية المتكاملة في تحقيق السلامة العامة، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع ككل.